اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بثوب عشر جديد من مدينه الدار البيضاء. اليوم اكيد غادي نقدم لكم واحد الحاله ديال واحد الولد اللي لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يا ربي دير لي شي تاويل ديال الخير، زعما لولا القوانين ديال فيسبوك وبشاعه المنظر كنت نقول لكم تشوفوا هادشي اللي مصار من خارجين برا. زعما اللي يطلب شي حاجه يطلب غير صحته، والله لا لا يضر شي واحد الصحه ديالو. جهير شاب باقي صغير من لي غاز في الكرسي تلقى مصارنو خارجين برا كما كتقراو في العنوان. فنخلي جهير يتقاسم معنا بعدا الرقم ديالو للتواصل باش لبغيتو تعاونو تلقاو معاه من تهضرو ويعاود لينا حكايته. هاكا جهير اخويا والله يشافيك يا ربي يشافيك. السلام عليكم، الرقم ديالي اللي هو 07 12 18 97 15. المشكل ديالي اخي كنت في 2020 خدام عادي مع ليامه بيا، يعني اكتشفت الوليه مسران وفاش مشيت للسبيطار وداكشي قالوا لي قالوا لي عندي عندك غير ليغاز مره الاولى عطوني الدواء داكشي وكنشرب لا كنشرب الدواء كنتبوع حيت مسران ما قبل لك والو تلوى ورجعت على غد الليل عاودت لهم المشكل وداكشي قالوا لي غدير سكانير. مني درت سكانير قالوا لي ضروري خصك دير العمليه، وقبل ما العمليه قالوا لي نقدروا نديروا لك واحد البوشيطه هنا نقدروا ما نديروهاش ليك. قلت لهم صافي عطيه سنيش وداكشي والعمليه تقريبا شي 8 سوايع وما في العمليه. مني فقت بحال ما كان لقى يدير لي بوشيطه هنا وداكشي وقالوا لي غير واحد 5 شهور بحال ما هكاك على ما تبراو داكشي ونرجعوا لك المسران حيت نقصنا منه قاطعين منه. مني دازت 4 شهور وداكشي رجعت عندهم بداو كيعطوني في التيوات ديال هادي باش يتاكدوا مصران واش هو هذاك يعني باش يرجعوه. مني تاكدوا داكشي لقاو مصران ما حتى شي حاجه يعني مزيان صافي رجعوا لي مصران وقالوا لي واحد 5 ايام وغادي تخرج بقى 5 ايام تاكدوا بالله راك صحيت وداكشي. ودازت 3 ايام صافي تزاد عليا الحال داك مده ما بين 3 ايام و 5 ايام خاصك ضروري تنفس باش تخرج. انا ما كنتنفس يعني تزاد عليا الحال وداكشي. مني جا الطبيب داروا سكان داكشي قال لي العمليه ما نجحتش صافي. دخلت ديك الساعه درت العمليه في البلوك اللي طولت بزاف حيت عمليه كبيره كيحلو نفس حله حلو تقريبا. العمليه شدت لي كيف ما قلت لكم 8 سوايع حتى 10 سوايع. مني خرجت من العمليه دخلت الانعاش، انعاش ريحت فيه 15 يوم. انت حال عينك ولكن ما كندير حتى شي حاجه في الانعاش. مني دازت 15 يوم صافي دوني الباياس ديالي داكي كيعطوني في الدواء وداكشي. وداك الدواء كنشريه هذا هو المشكل. مازال في الاول كان كيعطوني الدواء، مازال دابا وليت كنشري كلشي. الدواء كنشري واحد البر ديال الدوره الدمويه دايره 50 درهم لمده شهرين وانا كنشري فيها، وعاد زيد الدواء ديال الميكروب وداكشي الا البنج اللي ما كنشريش. مني كتدخل وانا كنشري في الدوايات. المهم المشكل ديالي عاوتاني مني صافي قالوا لي واحد يمكن تحل لك الخيط وداكشي. قلت صافي راه ما تحل الخيط ماشي مشكل يعني نصبر واخا ما عنديش امكانيات كيفاش ما عنديش امكانيه كيفاش غندير واخا ما كنلقاش باش نشري البوشيطه باش ندير. انا حنت قالوا خصك ضروري دير البوشيطه على اساس مصري خارج وداكشي ما عنديش وبزاف الحوايج. وقلت ماشي مشكل داز صعيب صافي نصبر يعني ما تحل الخيط مكتوب بعد ما ندير داكشي ديال الله صافي. ودازت المده عاوتاني ورجعت نفس المشكل عاوتاني ما نجحش لي العمليه اللي بقيت كندير في العمليات المره الاولى الثانيه حتى وصلت 5 العمليات. ودابا خاصني ضروري ندير وحده باش نحيد عليا هادشي حيت هادشي داير لي المشاكل. كيف ما وريتك شفتي كلشي ما قدرتش نوري على حساب الفيديو كلشي كامل محلوله معنا راه حلو 3 مرات وانا 2 مرات وعندي مصران خارج من هنايا. دابا هاد المشكل هاد المرض هذا ما خلاني ندير حتى شي حاجه لا خدمه لا ماكله لا سكن لا حتى شي حاجه. يعني هنا مشى الوقف كازا كنقلب على العلاج ما لقيتوش ما لقيتش اللي ساعدني وما عرفتش شنو غادي نقول صراحة. ما المشكل ديالي صعيب بزاف لدرجه كنطلب غير صحتي. انا ما باغيت شي حاجه، باغيت انا صحتي بحالي بحال الناس ما بقاش نعاني بزاف الحوايج. يعني ما نعانيش في الماكله ولا في الخدمه ولا داكشي. دابا ما كنقدر ندير حتى شي حاجه يعني بنادم ما غايشوف في الحاله ما غاديش يخدمك وانا محتاج الخدمه حيت ما عنديش باش نعيش ما عنديش باش ما عنديش جهد وما عنديش باش نعيش. يوم جا الوقت السكن ما كاينش هنايا، دارنا ما كاينش العروبيه وانا مريح انا كنتبع العلاج. انا كنت كنصرف على دارنا باش كتخدم وداكشي ولكن الحمد لله من وقع لي هذا المشكل مو من مصاب ما عندي ما ندير. وانا دابا كنطلب من المحسنين الله يجازيكم بخير يوقفوا معايا ويشوفوا من حالتي. حتى اللي ما قدرش يعاوني يعاوني غير بالبارطاج، اللي قال لي يعاوني الله يجازيكم بخير
واللي بغى يتواصل معايا انا مستعد نهضر مع ابي الفيديو نوري الحاله كيفاش دايره، واللي بغى يجي عندي ما عنديش مشكل، يعني عندي الاوراق شحال من عمليه دارت ونديتها للسبيطار، من يعني هادشي كامل اللي قلت راه ما عندي ما نخبي. رقم ديال التليفون ديالي اللي هو 07 12 18 97 15. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين اللي وقفوا معايا. راكم شفتوا الحاله ديالي كيفاش كنعيش، راه لا اله الا الله وصافي. انا ما قدرتش، انا ما بقيتش قادر نصبر، ما عرفتش شنو غندير.